النهارده هقول لكم على هاك تعملوها لو انتم مدمنين ايس كوفي زي حالاتي. تعملوها في اي ايس كوفي تشتروه، حاول الايس كوفي بتاعكم 360 درجه يا جماعه. بما ان قهوه ستاربكس مؤخرا بقت مره جدا، فانا قررت ان انا اعمل التجربه دي على قهوه ستاربكس. سمحت، عايز واحد ايس كارميل لاتيه. بس الدنيا زحمه طبعا. دلوقتي بقالي حوالي اكتر من تلت ساعه مثلا مينيمم يعني واقف في الطابور، حاسس ان انا مرض. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ طيب دلوقتي هنجيب ايا كان المشروب اللي احنا جبناه وهنفتحه كده، وهنجيب اي كيس ملح. طبعا هو ما بتعملش بالملح ده، بس احنا يعني ايه مصريين. نجيب الكوبايه واحط عليها رشه ملح كده، بس الكميه دي حلوه جدا مثلا كده عشان يبقى مظبوط اكتر. نقلبها. طبعا يكاد يبان لكم ان ده فلح، بس ده مش فلح، ده كده عملنا سولتد كراميل يا جماعه. خلينا ندوقه.